نعم بارك الله فيكم. هذا يقول يا شيخ: أقبل الشهر الفضيل، فنسأل الله يبلغنا وإياكم هذا الشهر، توجيه إلى النساء الذين يبقين في المطبخ لتجهيز الأكل وكذلك متابعة تعليم الأبناء. يا إخواني، المرأة لها حظها من الأجر. يعني أنت الآن جالس في المسجد تقرأ قرآن، وأمك العجوز جالس تقرأ قرآن، والزوجة تشتغل في المطبخ، هي أكثر أجر منكم. سبحان الله. نعم، لأنها تعد لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رجلان، أحدهما يروح يتكسب والثاني يجلس يطلب العلم على الرسول. قال: أخوك أفضل منك. لماذا؟ لأنه يشتغل لك. هو يعني هذه المرأة يا إخواني التي في المطبخ هي تعمل عبادة، هذه العبادة تريح الصائمين. الأمر الثاني يا إخواني بارك الله فيكم، ينبغي للمرأة أيضا وهي تعمل أنها ما تنسى نصيبها، أما إنها تذكر الله تعالى أو أنها حافظة القرآن تردده. الحين بعض الناس يا إخواني يظن يقول لازم أختم، ترى في عصر الصحابة ناس ما معهم إلا سورة واحدة، مثل صاحب سورة تبارك اللي كان يرددها ونجته من عذاب القبر. يعني إذا كانت المرأة الآن اللي تطبخ حافظة سورة تبارك ولا سورة نون ولا لا أقسم بالقيامة ولا عمة وصارت ترددها، تراها تقرأ قرآن. الحمد لله. هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة، لو أنها تصير عندها إذاعة القرآن أو إذاعة نداء الإسلام وتسمعها، كان تراها تسمع قرآن. وانتم تعرفون يا إخواني سماع القرآن عبادة. صحيح. مثل ما أن تلاوته عبادة. نعم. رب العالمين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ترحمون. نعم.